عسلامة ومرحبا بكم ناس كل في فيديو جديد. اليوم الفيديو بتاعنا باش نحكيو عليه الدي باك فول سيت اب اللي جونا مع عند بوتيك فور جيمرز اللي حل مؤخرا من بقى عندي شهر من اللي مشيت صورت الفيديو على عين المكان والفيديو موجود في الشان يوتيوب بتاعي. دونك عامل دي بروموسيون بمناسبة العطلة تاع الربيع اسوام طايرة على الاخر واول لي بوتيك اللي يعمل دي باك اللي توفر فيهم 3 زيكرون والا 2 زيكرون مع السيت اب نتاعك. اسوام عالميه في متناول الجميع. تو باش نعملوا طلع على باك اللي وفرهم فور جيمرز كالعاده. شوفوا لي كاركترستيك نتاعهم ونعطيكم الافريج اف بي اس في اللي جو اللي قاعدين نلعبوا فيه تو ونستريمي فيه تو. ما نطولش عليكم اكثر، يلا شوفوا مع بعض. الو شباب، نبداو بالباك الاولاني. دونك نلقاو فيه الكارت جرافيك الجي تي اكس 1660 6 جيجا ديوال فان، عن البروسيسور الاي 5 ديزيام جينيراسيون. بيرسونيلمون البروسيسور نتاع الاي 5 ديزيام جينيراسيون، البروسيسور هذا سي سكور 12 ثريدز، البيز فريكونسي نتاعو 2.9 جيجا هرتز وتيربو 4.3 جيجا هرتز. البروسيسور هذا من الفئه الاقتصاديه من احسن البروسيسور اللي يخليك تلعب وتستريمي الالعاب اللي تحب عليهم انت، حتى في الايديتنج يساعدك على الاخر. عندنا 6 جيجا دو رام من تيم جروب ايلي دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز. عندنا الاس اس دي 2.5 SATA 3 256 جيجا، لو بواتي ريف 200. عندنا زاد الكاسك الريد دراجون باندورا، عملت عليه انبوكسينج وريفيو، تلقاهم موجودين في الشان يوتيوب نتاعي. عندنا السوري جيمنج ريد دراجون ريبينج ام 987 كا. عندنا الكلافي ميكانيك ريد دراجون ميترا. دونك بالنسبه للاكسسوار طيارة على الاخر، بتابي زادا جيمنج ريد دراجون اكواريوس 66 لارج. ليزاكسسوار تحفونين على الاخر. بالنسبه للكاسك، ارخص كاسك سراوند ساوند 89 دينار يسومها وحدها. دونك بالنسبه للبي سي هذا يخليك تلعب وتستريمي الالعاب اللي تحب عليهم انت. دونك سوم 3249 دينار، سوم طيارة على الاخر. نعطيكم لافريج اف بي اس في كلك جو. عندنا جي تي 5 على 1080 بي هاي سيتينجز 67 اف بي اس، Red Dead Redemption 2 على 1080 بي كاستم سيتينجز 60 اف بي اس، Shadow of the Tomb Raider على 1080 بي الترا سيتينجز 61 اف بي اس، Watch Dogs Legion على 1080 بي كاستم سيتينجز 45 اف بي اس، Assassin's Creed Origin على 1080 بي الترا سيتينجز 70 اف بي اس، والاوديسي 40 اف بي اس، والفالهالا دونك 43 اف بي اس، Far Cry 5 على 1080 بي الترا سيتينجز 80 اف بي اس، Battlefield 5 على 1080 بي الترا سيتينجز 95 اف بي اس، نيد فور سبيد هيت على 1080 بي الترا سيتينجز 73 اف بي اس، فورزا هوريزون 4 على 1080 بي الترا سيتينجز 100 اف بي اس، ديف ستراندينج على 1080 بي فيري هاي سيتينجز 67 اف بي اس، كنترول على 1080 بي هاي سيتينجز 43 اف بي اس، بوردرلاندز 3 على 1080 بي بادا سيتينجز 52 اف بي اس، دوم ايترنال على 1080 بي الترا سيتينجز 102 اف بي اس، كول اوف ديوتي وار زون على 1080 بي هاي سيتينجز 80 اف بي اس، سي اس جو على 1080 بي هاي سيتينجز 280 اف بي اس، ابيكس ليجندز على 1080 بي هاي سيتينجز 101 اف بي اس، وفالورنت على 1080 بي هاي سيتينجز 220 اف بي اس. دونك لي جو الكل تلعبهم وتنجم تستريميهم على الكونفيج هذه بالمرتاح. دونك سوم 3249 دينار. الكونفيج اللي بعدها معشوقة الجماهير اللي فيها الاي 5 دوزيام جينيراسيون ومعها الار تي اكس 3050. دونك اول حاجة عندنا الليكرون ريد دراجون سافير 24 بوص، تو دو رافريشيسمون نتاعها 144 هرتز، وطون دي ريبونس نتاعها 1 ملي سكوند. كيما قلنا الكارت جرافيك الار تي اكس 3050. دونك لو بروسيسور اي 5 دوزيام جينيراسيون، البروسيسور هذا سي سكور 12 ثريدز، البيز فريكونسي نتاعو 2.6 جيجا هرتز وتيربو 4.4 جيجا هرتز. باه عندنا الكارت مير نورمالمون لازوس برايم هاش 610 ام كا. دونك الرام دو بارات دو ميموار، لا عندنا وحده بركه نورمالمون، لا بارات دو ميموار وحده، 8 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز، الاس اس دي عندنا 256 جيجا، لاليمونتاسيون اف اس بي لاينر 550 وات سيرتيفي برونز، البواتي اف اس بي لاينر، التابي عندنا ريد دراجون توريوس اكس اكس لارج، السوري للريد دراجون سنايبر، الكلافي ميكانيك تي داجر بورا. دونك بالنسبة للباك هذي فول سيت اب، عندنا كلافي ميكانيك سوري تحفونا التابي زادا. دونك ما ينقصو حتى شيء، جوست كان تحب تزيد كاسك زيد باندورا كيما الباك الاولانية. وننصحك لهنا اذا كان ناوي تستريمي زيد بارد دو ميموار اخرى 8 جيجا دو رام باش تستريمي لك بالمرتاح، خاطر 8 جيجا دو رام
مش كيبدا عندك RTX 3090 ما تستريمي ليكش بالمرتاح، دونك لازمك 6 جيجا دو رام اذا كان ناوي تستريمي. دونك لافريج اف بي اس في كلكو جو على الكونفيغ هذي. عندنا فورزا اوريزون 5 على 1080 بي اكستريم سيتينغ 59 اف بي اس، ببجي ستيم على 1080 بي الترا سيتينغ 122 اف بي اس، دايز جون على 1080 بي فيري هاي سيتينغ 65 اف بي اس، فالورنت على 1080 بي لو سيتينغ 321 اف بي اس، سايبر بانك على 1080 بي الترا سيتينغ 67 اف بي اس، جود اوف وور على 1080 بي الترا سيتينغ 51 اف بي اس، كول اوف دوتي فانغارد على 1080 بي الترا سيتينغ 78 اف بي اس، فار كراي 6 على 1080 بي الترا سيتينغ 80 اف بي اس، دوم ايترنال على 1080 بي الترا سيتينغ 108 اف بي اس، اساسن كريد فالهالا على 1080 بي فيري هاي سيتينغ 48 اف بي اس، واتش دوجز ليجن على 1080 بي فيري هاي سيتينغ 61 اف بي اس، فورمولا 1 2021 على 1080 بي الترا سيتينغ 100 اف بي اس، New World على 1080p Very High Settings 73 FPS، Red Dead Redemption 2 على 1080p Ultra Settings 53 FPS، GTA 5 على 1080p Very High Settings 95 FPS، Call of Duty Warzone على 1080p Ultra Settings 92 FPS، وعنا الفورتنايت على 1080p Epic Settings 84 FPS. دونك اللي جو الكل تلعبوه على Ultra Settings تستريمي اللي تحب عليه. دونك انا ديجا قبيلي قلت الاي 5 دوزيام جينيراسيون البيز فريكوينسي نتاعو 2.5 جيجا هرتز وتيربو 4.4 جيجا هرتز، دونك الميموار كاش نتاعو 18 ميجا، دونك يساعدكم في الجيم اند ستريم حتى في الايديتينغ. دونك الفول سيت اب هذه كلها 3369 دينار، سو يستحق على الاخر. دونك تشري كيما هكا جوست تزيدها بارة ميموار اخرى وجيجا اذا كان ناوي تستريمي، وزيدها انترا هاج دي دي باش تصب فيهم الجيمز تاعك، ولا اس اس دي خليوها للي في شي سيستم واللي بروجرام اللي باش تعمل بهم ليديتينغ ولا باش تريكوردي وكفازات هذيك الكل. دونك اسوام تعفونا على الاخر. الباك اللي بعدها لهنا عندنا نفس الباك الاولى الاي 5 ديزيام جينيراسيون والجي تي اكس 1660 ديول فان. دونك لهنا عندنا لاليمونتاسيون ريد دراجون جي بي اس 600 وات سيرتيفي 80 بلس، دونك برونز. اش عندنا اخر ابار سا؟ عندنا التابي ريد دراجون ارشلون، عندنا سوريتي داجر بيتل، دونك تي جي ام 305 ار جي بي، الكلافي ميكانيك ريد دراجون ميترا ريمبو ريد سويتش، الكاسك عنا الكاسك لهنا السيرين ريد دراجون سيرين سيراوند ساوند USB 7.1 معاه سيبور بليش، عنا الويب كام ريد دراجون فوبوس تصور HD 30 FPS، لوت بارلور ريد دراجون أديموس دونك البرد صوم معاها. بالنسبة للفول ستاب هذية تخليك تلعب وتستريمي بالمرتاح. دونك الإكران عنا ريد دراجون ميرور كما تشوفها قدامنا 24 بوس انكوفي وتو دو رافريشيسمون تاعها 144 هرتز، طون دي ريبونس تاعها 1 ملي سكوند. دونك عطيتكم لافريج اف بي اس نفسها نتاع الباك الاولانيه، هي بيدها الباك هذه جوست لهنا خير زايده الكام باردو سون نورمالمون سوم 3899 دينار. دونك خليك تلعب وتستريمي بالمرتاح. باه اذا كنت تحب مخير وتبع نصيحتي جوست الكارت جرافيك بدلها بالارتيكس 3050 اقل كارت جرافيك باش تجرب الري تريسينغ والدي ال اس اس. دونك تبدل ديجا الاسوام قريبه لبعضها، دونك الاكثريه انا ننصح بالباك هذه اذا كنت حاب تبدل لي اكسسوار تزيد ويب كام وتزيد ما عرفش دي زوت بارلور جيمنج فازات كيما هكا. دونك ننصح بالباك الثانيه على الاخر، زاد اللي حاب ياخذ الباك الثانيه فازي من تو. عنا لهنا باك محرحر سانك كما نشوف فيه قدامنا اللي نلقاو فيه الاي 5 ديزيام جينيراسيون والارتي اكس 3060 تي اي. باه عنا الكارت مير لازوس برايم هاي 510، عنا الرام 16 جيجا دي دير 4 3200 ميجا هرتز، الاس اس دي 256 جيجا، لاليمونتاسيون ريد دراجون 600 وات سيرتيفي 80 بلس برونز، وعندنا المونيتور ريد دراجون سافير 24 بوس 144 هرتز 1 ملي سكوند طون دي ريبونس نتاعها، عندنا الكلافي تي داجر بورا، وعندنا السوري زاد كيف كيف في الريد دراجون نورمالمون كيما نشوف فيها قدامنا، ولا تابي ريد دراجون اكس اكس لارج السوم نتاعها 4489 دينار. نعطيكم افريج اف بي اس على الكونفيغ هذه
دونك هو فول سيتاب ديجا على 1080 بي ماكس سيتينغز. ببجي 178 اف بي اس، لول 187، سي اس جو 288، فورتنايت 177، جي تي اف 5 146، اوفر واتش 232، ابيكس ليجند 147، اساسن كريد اوديسي 72، شادو اوف ذا تام برايدر 112، باتل فيلد 5 ار تي اكس اون 89 اف بي اس، كول اوف دوتي وار زون ار تي اكس اون 97 اف بي اس، وفالورنت 233 اف بي اس. تلعب تستريمي على الماكس سيتينغز بالمرتاح، دونك 4489. وعنا زادة دي باك اخرين، عنا الباك هذية بالاي 9 12 جينيراسيون الفيرسيون كي اف، دونك بي سي هذية وحش متاع جيم اند ستريم بالرسمي، وحش متاع جيم اند ستريم 6499 دينار. عنا الباك هذية باك اكسيلاتور 5139 دينار، دونك فول سيت اب كامله، نلقاو في الار تي اكس 3060 تي اي والاي 5 دوزيام جينيراسيون، دونك كيما نشوفو فول سيت اب، كلافيي ميكانيك تي داغر فري جيت، التابي ريد دراجون فليك اكس لارج، المونيتور ريد دراجون سافير، لاليمونتاسيون ريد دراجون 600 وات سيرتيفي برونز، بواتي كولر ماستر اتش بي 500، دونك فول سيت اب طياره على الاخر. عنا الباك 3 مونيتور، اول بوتيك يخدم باك كامله فول سيت اب فيها 3 مونيتور هكا كيما نشوف فيها في قدامنا في الافيش، دونك بالاي 5 دوزيام جينيراسيون الار تي اكس 3050، ديجا حكيت لكم على الكونفيغ هذه اللي هي ديجا نورمالمون هذه كيما نشوفوا فيها قدامنا معاها 3 مونيتور كيما نشوف فيها، سوم 5399. بالنسبه للمونيتور عندنا زوز في اللازوس 24 بوس 165 هرتز، والطون دي ريبونس تاعها 0.5 ملي سكوند فول اتش دي. وبالنسبه للمونيتور الاخرى ال 144 هرتز ريد دراجون ميرور، والطون دي ريبونس تاعها 1 ملي سكوند، يعني لي زيكرون من احسن ما فما بطبيعه. السوم 5399 دينار. عندنا الباك دو مونيتور مع الاي 5 ديزيام جينيراسيون والار تي اكس 3050 4150 دينار. بالنسبه للمونيتور عندنا فيليبس 27 بوس 75 هرتز، والليكرون البرانسيبال لازيوس 24 بوس 165 هرتز، والطون دي ريبونس تاعها 0.5 ملي سكوند. سوري ريد دراجون كوبرا في الوايت، والكلافي ريد دراجون لاكشمي كلافي ميكانيك، دونك تابي ريد دراجون نبتون، دونك كل شيء من احسن ما فهم. بتبيع اللي باش يشري اي كونفيغ فول سيت اب اي حكايه باش يشريها من عند فور جيمر يقول لهم بعثني اليوتيوبر اشرف. اي واحد يجي تبعني انا خاطر سبونسور نتاعي، اي واحد يجي تبعني انا باش يشري سيت اب من هذوما والا ما نعرفش انا فول سيت اب كونفيغ اللي تحب عليه انت حتى اكسسوار، قول لهم اليوتيوبر اشرف بعثني يفرحوا بيك ويرجلوا لك امورك وما تخرج كان فرحان، والتوصيل كامل تراب الجمهورية. دونك هذا كان الفيديو متاعنا اليوم، ما تنساوش كان عجبكم تعملوا لايك، بارتاجوا الفيديو مع اصحابكم، ما تنساوش تعملوا سبسكرايب على الشير نتاعي، ميرسي بوكو على التشجيعات نتاعكم اللي قاعد توصلني كل يوم على الشان يوتيوب نتاعي، على الانستغرام وعلى الباج فيسبوك نتاعي. يلا نشوفكم في فيديو جديد، سلام.